الست مش محكمة عقلها، بتتصرف بقلبها بعاطفتها، لكن لو اتصرفت بحكمة وبعقل مش عمرها ما تخرب بيتها. في ثقة عامة في حاجة زي كده، ان هي عارفة مثلا ايه، ان جوزها فعلا موجود لعياله وليها وبتاع، فبيطلع شغل. فدي ممكن حاجة زي كده، لكن هي بقى لو حاجة تانية بقى، ان هي مثلا تشك ايه كل شوية مثلا كده وبتاع، فهتضطر ان هي تغير، وهتقابل فعلا مشاكل. يعني الراجل لما بيغير بالزيادة، في راجل بيغير بحب، يعني بيغير بحب زيادة عن لازم دي بتبقى مرض، ما بيبقاش غيرة. الست مثلا تصاحب واحدة زميلتها، زميلتها دي يكون مثلا ايه شايفة نفسها شوية، ممكن تاخد جوزها منها، فدي تحترز برضو الست كده، مش اي واحده تصاحبها، مش اي حد يخش بيتها. غيره في حدود، لكن غيره اللي هي توصل لخراب بيت، ده ما هيش غيره، ده هو ده شك. ويبقى في كده مفيش بيت اتبنى من الاول من الاساس، لان لو في ثقه ما بين الزوجين عمره ما هينشا شك، وعمره ما هينشا غيره.